البرنامج برعاية كافي ماز، المذاق الحقيقي للقهوة. مساء الخير ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. ضيفنا اليوم طنجاوي حقيقي، غادر طنجة سنة 1983 لكن طنجة ظلت ساكنة بداخله وظل مرتبطا بطنجة طوال سنوات الغربة. تألق في مساره العلمي والأكاديمي بالخارج ووصل إلى أعلى المرتبات. أنور مجيد، مرحبا بك. الله خير يبارك الله فيك أخي محمد، تبارك الله عليك. أنا فرحانين أخي أنور اليوم لأن كنصادفوا واحد طنجاوي اللي كتفتخر به المدينة، اللي خرج من طنجة وحقق واحد المسار علمي وأكاديمي يعني يحتذى به، وكتفتخر بك المدينة أخي أنور. وشكرا تانا دم هادشي هذا من فضل الله في حالي يقولوا ياك، ولكن زعما طنجاوي بصح انا كنقول لك انا مأكد منها اللي يخرج من طنجة فيما مشى في العالم دائما كيدي طنجة معاه ويكافح عليها ودائما كيحلم باش يرجع ليها، ما كاينش ما فيها الا ولا حتى هذه القضيه هذه. اذا طنجاوا محكوم عليهم، اذا خلقوا في طنجة محكوم عليهم دائما يكونوا مرتبطين بالمدينه، كتدخلهم في الاعماق ديالهم ودائما كيبقاو يحلموا ماشي يرجعوا لها ويعيشوا فيها، وهذه واخا زعما كيتعصبوا بعض المرات والناس كيعصبوهم كيوقعوا بعد مثلا بعد مسائل بحال هكذا، ولكن داك الشيء السرقي كيبقى عايش معاهم. الحب طنجة ما كيتقاداش، داك الشيء السرقي كيبقى عايش مع طنجة وفي نفسه. والشرقي عنده، انا باش كنلاحظ واحد الحاجه، اي ما تقدر ما حسيت طنجة وشوف قال لك الطنجاوي هذه، قال لي احنا ما عندناش كورونا هنايا. قلت له كيفاش؟ قال لي لا، دي انا كورونا كتجي فيك كتكون في الهواء، كتجي بنادم كيهضر في الهواء وكتجي الهواء، لكن ملي كيجي الشرقي كيدي داكشي كامل ما كيبقى والو. ايوا هذا علي الطنجاوي، هذا علي الطنجاوي، ولكن خصك هذه الحلاوه الطنجاوه ملي كيهضر معك الطنجاوي فيها شويه الصراحه، فيها واحد شويه تقول كتستعجب واحد شويه كتقول بصح الشرقي كيكون فويرتي كيضرب بالريح ديك الدروبليت داكشي ديك هذاك الشيء اللي كيكون في الهواء يقدر يديهم الريح ويصفى الجو. في الحق زعمان ما هي حقيقه علميه، ما هي حقيقه طنجاويه، حقيقه طنجاويه. اخي انور، شنو يمكن تقول على الذكريات ديال الطفوله في طنجه؟ شنو الذكريات اللي بقات راسخه في الذهن ديالك؟ الطفوله كانت عندنا مثاليه. عمان كان كنا اولا الناس اللي فحالي الناس كيبغوا في المصلى مثلا كانت امكانيات قليله، ما كانتش ما تنساش واحد حاجه باللي طنجة في الجيل ديالنا الناس ما كانوش عندهم بزاف الحاجات، ما كانش بورتابل، ما كانش كدا شي، ما كانش كلشي عنده الطوموبيل، كان واحد في المدرسه عنده الطوموبيل، كان شخصيه كبيره، واحد الطالب راجل جا من عائله كبيره اغنياء الى اخره. اذا كانت الموارد وكانت داكشي كان قليل عند الناس، ولكن كانت واحد الفرحه كبيره. كنا كنمشيو مثلا بلايا نعومو، كنطلعو بلانشا تلقى على بلانشا كان سبلاي من البوستارت منها، وكان باطي تما كيشوف فاش كتعوم واش كتعرف تعوم. اذا كيعرفك يبقى حمار انا كنتقبل نطلع على بلانشا، قال لي هذاك الباطين، قال لي شوف وطلع قاعد البحر، طلع الرمل الغاره كانوا عملت واحد شوف عاد خرج واحد قال لي وصافي طلع عند بلانشا دابا كاين عندك عطاني امتحان. كنا كنلعبوا كره واخا زعما تما ما كنتش عرفني شي ايام ديال الكره ديالي، كنت نلعب في كامبو الشريف، لعبت ايام كامبو برادار. ايوا كانت واحد الطفوله بريئه بسيطه، وكانت طنجة ديك الساعه باقي عندها ديك السيمه الدوليه ديالها، باقي كتجبر مثلا الاجانب الاسبانيول خصوصا الاسبانيول كانوا موجودين، كنا ما كانش بارابول، كنا كنتفرجوا الانترنال اللي طويله اللي كتدخل اسبانيا ولا كتدخل كنا كنمشيو نتفرجوا ديك القهوه اللي عندها ديك الانترنال طويله. كانت واحد البساطه وفي نفس الوقت كانت واحد حلاوه ديال العيش. وكانت مدينه طنجه عندها استثناء على المدن المغربيه، كان عندها واحد الطابع خاص بها. يعني كما قلتي انه طابع شيء دولي. شنو اللي من بعد غتلتحق للدراسه في فاس دار المهراز، بعد ذلك
غادي تغادر ارض الوطن لدراسه السينما. كيفاش جات الفكره ديال انك تخرج تدرس السينما في البدايه؟ جاتني واحد منحه ندرس في واحد معهد السينما في نيويورك. قبلت ديك المنحه. قريت واحد نص عام فيها ديك المدرسه, ومن بعد انتقلت الى جامعه نيويورك, جامعه مدينه نيويورك, سيتي يونيفرسيتي في نيويورك, باش نعمل ماسترز في الادب, في الادب الانجليزي. يعني جبرت انا في ديك, انا كتعجبني السينما, كتحمق لي السينما, وقريت السينما, عملت دروس ماشي السينما الاخراج, ولكن الثقافه عبر السينما, تاريخ امريكا عبر السينما, كما تعرف ماش الناس, لان السينما فحال الادب, عنده فحال الادب, اذا ملي كتقرا واحد القصه ولا كتقرا شي حاجه كتشوف فيها تاريخ ديك المجتمع وكيفاش الناس ديك المجتمع كانوا كيعيشوا الى اخره. ولكن جبرت باللي السينما هو فحال هو واحد الفن ميكانيكي, فيه بزاف الالات والكاميرات والاخراج والتصوير واللايتين, ماشي فحال المسرح. المسرح كيكون الممثل كيتعامل مباشره مع 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 البوبليكو ولا مع الشاه. اما في السينما فهو فحال هو على شي كتشوف اخر الفيلم, كتشوف واحد مجموعه عاد اسمع طالعه, لان كل شيء عنده واحد الدور كيساهم ديك الاخراج هذاك. اذا انا قررت ندخل نرجع لمسائل بسيطه فحال القراءه والكتابه, والتحقت بجامعه مدينه نيويورك باش نعمل نقرا الادب بصفه عامه. ولكن الحس ديال انور مجيد الروائي كيفاش غادي تكتشف, كيفاش غادي تكتشف بان انور مجيد ممكن مجيد, يعني انا مره كنغلط فيها, كتعصب ديك شي واحد السميه. كيفاش غيكتشف انور انه ممكن يصبح اديب وروائي ويكتب وينشر ويقراو له الناس؟ يعني في الاول كنتي كتكتب غير مخبع اذا صح التعبير. كيفاش غتكتشف من بعد ان انا اثق في راسك وتخرج انك تقول انا روائي يعني وتكتب باش تعمل هذه المؤلفات كامله؟ لا انا في حق, انا الصراحه ما كنعتبرش راسي روائي, انا كنعتبر كتبت ملي كنت كان مور نيويورك, مال ديك الجامعه مدينه نيويورك, مشيت لواحد الجامعه اخرى, واحد مدينه اخرى في ولايه نيويورك, لان نيويورك ولايه ومدينه, مدينه نيويورك معروفه, ولايه نيويورك فيها مدن اخرى. مدينه مشيت لها مسميه سيراكيوس, تما عملت الدكتوراه ديالي, هذاك عملت ماسترز في جامعه مدينه نيويورك, ومن بعد مشيت سيراكيوس باش نعمل الدكتوراه ديالي في الادب الامريكي والدراسه الامريكيه. وملي كنت كنكتب تما كنوجد البحث ديالي وداك الشيء هذاك, بقى فيا ديك الحنين مدينه طنجة, وديك هذه بديت كنكتب واحد القصه اللي خرجت مسميه السي يوسف. ولكن هذيك ما قدرتش كنترولي راسي, بقيت كنكتب هذيك لان فحال اللي كنعبر على راسي, فحال انا كنعمل البحث ديالي العلمي من جهه, ومن جهه اخرى كان فحال اللي كنستعمل الفن, فحال اللي كنستعمل شي حاجه فنيه, اله فنيه باش نعبر على راسي. اذا النتيجه ديالها كانت السي يوسف. ولكن انا مهنيا ما كنعتبرش راسي روائي. انا عملت جوج الروايات الى حد الساعه, هذيك السي يوسف, وعاد خرجت على مجال التتمه ديالها مسميه سكند شانس ان طنجة بالانجليزي, او ما يسمى الفرصه الثانيه في طنجة. هذه ساليتي في الكتابه ديالها ولا ساليتها؟ صافي هي موجوده في الطبع. موجوده. والمسار العلمي يعني بعد ما غتعمل الدكتوراه شنو غادي يوقع من بعد؟ منين عملت الدكتوراه, في الساعه اللي كنت كنوجد البحث ديالي في الدكتوراه اندلعت واحد ازمه دوليه, ما عرفت كتعقل عليها ولا قاسي عليها. سلمان رشدي كان واحد الكاتب اصول هنديه, كان عايش بريطانيا, كتب واحد القصه كبيره مسميه الايات الشيطانيه. وديك في ديك الوقت هذاك واحد السيده كانت فجأة, انا كنت باقي كنوجد الدكتوراه ديالي, واحد السيده تما قالت لي اجي عرفتي نعمل شي محاضره على ديك الكتاب في القسم ديالها. قلت لها ودي بكل فرح, ولكن باقي ما قريتش الكتاب, فهمتي كيفاش نعمل محاضره؟ قلت لها تنقرا كتاب ولكن ما عنديش الوقت. تخرجت من ديك الجامعه, شباس الدكتوراه ديالي, مشيت لجامعه نيو انجلاند, وديك الساعه قلت وارى ديك الايات الشيطانيه نقراها دابا مزيان, وقريتها. ومنين قريت ديك الايات الشيطانيه دخلت واحد معايا قرا واحد تيار ياخذ البحث بين في العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي. هنا يعني غتبدل ربما الفكر ديال انور مجيد, يعني من خلال هذه المرحله هذه غتلتحق بجامعه نيو انجلاند كاستاذ جامعي. باش من سنه التحقتي؟ في 1991. كيفاش, شنو اللي خلى الجامعه والاساتذه ديال الجامعه والاداره للجامعه
يثيقوا في أنوار بسرعة ويتسلق المراتب ديال المسؤولية في الجامعة. وهذه الحاجة دي غريبة. مثلا نين لأن هذا كان كيكون واحد الإعلام، واحد إعلان على واحد منصب موجود، وكيتقدموا الناس بجميع أنحاء العالم، قسم جميع أنحاء أمريكا، وكتكون واحد اللجنة، وديك اللجنة كيعملوا هذوك الناس اللي فيناليست الآخرين، هذي يكونوا كي هذي يعملوا معهم استجوابات، كيعرضوهم للجامعة مش يعملوا معهم استجواب. أنا كنت واحد منهم، وفي نهاية المطاف اختاروني أنا من ديك المجموعة ديال الناس، مغربي ماشي يكون مش كيعلم أولا ماشي يدرس الكتابة بالإنجليزية، أسف طلبة جامعيين في أمريكا، أمريكيين والأدب المقارن وإلى آخره. أولا إيوا اختاروني هيداك، وهذيك هي بحال واحد حاجة بحال اللي حلوة شي شوية. كانت البدايه، هذيك كانت البدايه. بعد غيتالق انوار ولا غينجح في المسار ديالو في جامعه ديال انجلاند، وحتى غتوصل للمسؤوليه اللي عندك دابا، اللي هي نائب رئيس الجامعه المكلف بالشؤون الدوليه. شوف بكل احترام الناس اللي في الاداره، وهادي زعما هاد المناصب هاد الالقاب ما كتبغيش ما كت ما عندهاش شي معنى كبير في الوسط في الاكاديمي. يعني في الاكاديمي يعني احسن ما يمكن يوصل الانسان هو يكون استاذ بروفيسور، يعني بكل الامتيازات ديالو هادي، وخصوصا اذا كان كيعمل بحث وكيكتب. هذيك هو اكبر ما يقدر يعمل في الجامعه. اما المناصب الاداريه كاين كل واحد كيفاش كيدخل لها، كاين اللي كيعجبو شي مثلا بحث علمي بزاف كيمشي يعمل كيعمل كيشبر شي منصب اداري، او لا كيتقدم للانتخابات، او لا كذا او لا كذا وكذا. اذا كاين فرق بين العلم، يعني العمل الجامعي الأكاديمي والفكري، وكاين والإدارة. يعني مش بالضرورة الإنسان اللي عنده واحد منصب إداري مهم ناجح في العالم الأكاديمي. يعني النجاح في الأكاديمي هو الأهم. هو الأهم. هذا الشيء اللي خلاك السي أنوار أنك تحضر في مجموعة ديال من بعد، يعني رجعتي كتحضر في مجموعة ديال الجامعات عبر العالم، يعني ما غير جامعة نيو إنجلاند كتنقل. تصدرنا شوية على هذا المرحلة وهذا الموضوع هذا ديال أنك تحضر في الجامعات العالمية. ومنين دخلت في ديك منين قريت ديك الآيات الشيطانية وبديت نكتب ديك مواضيع ديال الإسلام والغرب إلى آخره، تخليت على الأدب الأمريكي والدراسة الأمريكية اللي كانت هو الموضوع ديالي في الدكتوراه. خليت ديك شي نهائيا، ودخلت في عالم بحر جديد، بحر هو العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي والعالم العربي إلى آخره. إذن بقيت عايش ديك العام، بديت كنشار، بديت الناس كيهتموا بالمواضيع اللي كنكتب عليها، بداو كتنشر في مجلات مهمة، في يعني في عند الناشرين الأكاديميين في جامعات مهمة في أمريكا إلى آخره. بداو الناس المهم كيعرفوني وكيبغيو يعرفوا الآراء ديالي في عدة المواضيع. وبقى هذيك شي مرتبط بشي، وماش نقول لك واحد الحاجة اللي مهمة اللي غريبة، هو أن هذه الجامعة اللي عملنا في طنجة كانت هي مرتبطة بالبحث ديالي، يعني هي نتيجة البحث ديالي، العلاقات بين الغرب والشرق، بين الغرب والعالم الإسلامي، بين الغرب والمغرب. إذا قلت الناس كيحاولوا مثلا يعملوا قناطر بين الحضارات، أنا عملنا قنطرة بالصح، عملنا قنطرة ثقافية وفكرية باللاجور وبرسلانة ومنا كل شيء، هي بغراسي. جميل. كاين الفكره كيفاش علاش طنجة سي انوار دابا الجامعه، علاش جيتي لطنجة ومشيتي شي مدينه اخرى ربما في المغرب ولا في شي دوله عربيه اخرى؟ هذه كانت واحد قبل ما نجي لطنجة او في 2004 كنت عملت واحد الدوره من الرباط، وتلقيت شي ناس في الوزراء، وواحد السيد كان اقترح لي الصويره. انا قلت له اسمح لي، قال لي عندي كلشي مبني مع الدير هذه، قلت له اسمح لي انا طنجة ما كنتش في طنجة ما كنعمل والو، انا كنتحرك شي من طنجة. علاش؟ لان طنجة اذا كان كل واحد كيخدم المدينه ديالو، كل واحد كيموت على المدينه ديالو، ماشي يكون بالضروره ماشي مش على البلاد ديالو. واذا كان مثلا الطنجاوي كيخدم طنجة، وتطوان كيخدم تطوان، والعريشي كيخدم العرايش، وفاس كيخدم فاس، كلشي متحمس المدينه ديالو، ما يكون لوساخ، ما يكون زبل، ما يكون مادام كيتعدى على ياخور، مادام كيحترم بعضيته، هذه نكونوا كاملين مزيانين. المشكله حنا كنتعلقوا في افكار
افكار كبيره مثلا بحال القوميه العربيه والامه شي حاجه، وكننساو راسنا وكننساو الحومه ديالنا والديور ديالنا وهذه، واذا اهتمينا باللوكال بالشان المحلي هذيك هي البدايه للنجاح. اذا كل فرد يعني قام بالمسؤوليه ديالو غادي نكونوا اقوياء طبعا وطنيا، وغنكونوا يعني اقوياء بجميع على جميع الاصعده. تماما. اخي انور حنا انا بغيت نمشي معك بزاف في هذه السيره الذاتيه ديالك، لان عملنا لها حلقات وما تقدرش يتسالى، ولكن الوقت البرنامج ما يسمح لناش نهضروا بزاف في هذا الموضوع، وكاين موضوع اخر اللي مهم اللي حتى هو خصنا نهضروا عليه، اللي هو يعني الحضور ديال المغرب في امريكا. وانتم كجاليه ما كيفاش كتشوف الحضور ديال المغرب في امريكا والجاليه المغربيه؟ واش كاين نقدروا نقولوا ان بدا كاين لوبي مغربي اللي كيدافع على المصالح المغربيه في امريكا؟ انا شوف انا ماشي انا شخصيا ماشي في السياسه، انا ما كنعرفش شكون اللوبي، لان اللوبيين كيتخلصوا بصفه عامه. انا ما كنعرفش، انا حنا انا شخ انا يعني غير بالغريزه ديالي كندافع على المغرب في ما كانت شي حاجه. حنا واقفين مع المغرب لان بلادنا كنموتوا عليه، هذه هي الصراحه. واذا كانت شي حاجه كنكتبوها كنكتبوها، واذا كانت شي حاجه كتقال كتقال. هذه هي من جمله الدفاع عن المصالح المغربيه. هذا المشروع اللي عملناه في طنجة الجامعه الامريكيه اللي عملناه هنايا، دخل اول مره كنتصل به، كان واحد من احسن الدبلوماسيين اللي شفت في الحياه ديالي، عزيز مكوار، كان السفير، عاد عينت السفير المغرب في واشنطن، واحد السيد طنجاوي كان هو مكلف بالشؤون السياسيه في السفاره، هو كان عاد ديك الساعه تاع واشنطن، ما عرفش انا جبرني في جوجل، ما عرفش اني، قال لي والله ما تبقى، قال لي انا خرجك من ديك دير مخبى علينا ما كيشوفك حتى شي واحد، خرجني سقاني مش عند واشنطن، عرفتني السفير، تعشيت معاه، قال لي خير لا خدم معنا عاوننا، لاننا قلت انا بكل فرح انا استاذ جامعي، ما عندي كنسكن في واحد الولايه صغيره، ما نعمل جهدي. فهيدا ماش بدا شويش بشويش كنكافئ على المصالح ديال المغرب، وصل هادشي توصل هذا المشروع هذا اللي عملناه في طنجة. ودابا رجعوا كيجيو الطلبه الامريكيين كل عام، كيرجعوا في حالهم بلادهم، كيرجعوا سفراء المغرب كيمثلوا مصالح المغرب، الدبلوماسيه الموازيه، الدبلوماسيه الموازيه. غير سي انور على يعني مع هذا الحضور اللي كنهضروا عليه المغربي، يعني كيفاش قريتي التوقيع ديك الوثيقه ديال الاعتراف ديال امريكا بمغربيه الصحراء من طرف الرئيس الامريكي السابق ترامب؟ ايوا انا دائما انا كتبت على ترامب بعض المقالات. ترامب انسان كانوا مع الاسف الشديد واحد زوبعه الصداع والسياسه غطت على الشخصيه ديال السيد هذا، الشخصيه كانسان سياسي، وانه ماشي سياسي. ترامب رجل اعمال، دخل السياسه ماشي كافح باش يدافع على بعض المبادئ. من جمله المبادئ هذه هي ما يكون واحد النوع ديال التوازن، واحد تكون واحد النوع ديال العداله في العلاقات بين الدول. مثلا اذا كانت امريكا كتحمي المصالح اوروبا، واش اوروبا الناس مبرعين عندهم سيكوريتي سوسيال وعندهم كذا شيء وعندهم الصحه تباطل، وامريكا كيخلصوا على التباطل وكيخلصوا الضرائب باش يحميوا اوروبا. او مثلا في حريده كيقول لهم انتم خلصوا شويه هذه العلاقه ديالو مع المغرب. انا هضرتي في حريده لانه باقي تيق ولد بنته الحفيد ديالو جاريد كوشنر اللي هو اللي كان اليهودي، اليهودي كان كيولي عمل واللي يخدم في هذا الدوسي ديال العلاقات بين الدول العربيه واسرائيل. ومنين جا المغرب كيحماق على المغرب، لان اليهود عندهم واحد الحب كبير لبلادهم، خصوصا اليهود المغاربه، ولكن حتى التاريخ ديال اليهود المسلم. ايوا ثقافي خدموا ما عطيتهم، جبروا باللي المغرب دوله مزيانه، عن عن ما عند الصحراء المغربيه مع مك ديالها، لان ما عندها ما تكون عمرها ما كانت شي واحد اخر. واعترفي امريكا الاداره السابقه امريكا كانوا كيعملوا ديك اللعب جيو سياسي، هما الجزائر عندها بترول والمغرب ما عندوش بترول، كيحاولوا خصوصا الناس اللي كانوا في الحكومه الامريكيه السابقه بحال جيمس بيكر بحال هادو، كانوا معظمهم كانوا من تكساس، والتكساس عندهم حتى هما عندهم بترول، عندهم كيتعرفوا يتعاملوا مع الدول اللي عندهم بترول. دابا امريكا رجعت اكبر منتج بترول في العالم، إذا ما كتحسبش شي البترول الشرق الأوسط الدول العربية دابا تقدر تستغنى عليه. دابا الجزائر ما بقاتش عندها ذاك الوزن الكبير، وكباقي الدول العربية اللي عندها بترول بحال اللي كانت عندهم هذه واحد 20 سنة ولا 10 سنين. إذا دابا الولايات المتحدة تقدر تصرف بحرية بغض النظر عن واش غادي يعاقبوها الناس البترول ولا ما غادي يعاقبوهاش. الاحتمال ديال أن
أو بصيغة أخرى، واش هذا القرار واش هو قرار ديال الدولة أم قرار ديال 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 الحزب أو ديال الرئيس؟ إيوا الرئيس هو رئيس دولة قرر اتخذ القرار هذا، اذا دابا امريكا الدوله الامريكيه ملتزمه ما ستتعامل مع هذا القرار هذا، ما يمكنش عاوتاني اللي يجي الرئيس اللي يجي يبدل القرار على الصعيد الدولي، لان العلاقات الدوليه اذا كان الحال هذا عمر ما تكون شي علاقه دوليه. اذا دابا بايدن خصو يلتزم بهذا الشيء هذا، لان في الواقع هو ان هاد 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 الناس هادو اللي كيطالبوا باش كيعيطولو باستقلال الصحراء ولا شي حاجه، ما عندهم والو، ما عندهم لا يعني برهان تاريخي، ما عندهم لا برهان جغرافي، ما عندهم لا برهان ديموغرافي ان العدد السكان ديالهم. هي لعبه سياسيه قديمه موراها دول اخرى اللي كتعرقل كتحاول تعقل المصالح. الدول اللي هي الاعداء الدبلوماسيه ديال المغرب اللي كتعمل ضغوط دابا على امريكا وعلى الاداره الامريكيه باش تغير هذا القرار، واش كتشوف انها ممكن تنجح، انها ممكن ان بايدن انه يتراجع على هذا القرار؟ صعيب ده حسب ضغوط. انا السياسه الامريكيه دابا حنا كنتشكاو هنايا في المغرب، نقولوا السياسيين عندنا ما كيصلحوش شي وهادي وفيهم اللعب وفيهم هادي، اما السياسيين الامريكيين هذيك درجه هذيك شبر داكشي كامل وضربوا على مليون وجد ملايين حتى ملايين، ما كاينش كم من مصريه عادش ما تقدرش تثق في السياسي ولا السياسي في حالي داك امريكا، كم من مصريه كاملين ما تقدرش، لان كاملين كيتباعوا مع اللوبيين، وهذيك هي المزايا، هذيك واحده من مزايا ترامب ما كانش كيتباع وكيتشرى، يجي كيفتي مع راسو كيف ما بغى، وعلى شي كرهه هذيك، لان المصالح يعني هلك واحد مجموعه المصالح كانت مغروسه في واشنطن لعقود وعقود، على داكشي وقعوا المشاكل مع الصحافه ومع السياسيين الاخرين الى اخره. اما دابا هادو الناس اللي في واشنطن كاملين، اذا شفتيهم التاريخ ديالهم واحد غتجبرهم عندهم مصالح ماديه مع شركات اخرين، عندهم هادي ويدخلوا للسياسه عاوتاني ما عرفناش لاسباب معينه، ولكن اذا كانوا منطقيين في الحكم ديالهم وفي الرؤيه ديالهم راه من النفع ديالهم يعاونوا المغرب باش يسترجع وباش يحمي الحدود ديالو ضد بعض المخاطر اللي كتهيمن على منطقه الساحل هذه والى اخره، ويعزز العلاقات ديالو مع الدول الافريقيه، لان امريكا عندها مصلحه في افريقيا تقدم، لان افريقيا تكون واحد يمكن عندها واحد ازمه كبيره فيها في العقود اللي مج. وانت سي انوار في الولايات المتحده الامريكيه ومطلع على يعني على الشان الامريكي يعني بدقه، كيفاش كتشوف الحضور ديال الدبلوماسيه المغربيه في امريكا؟ اولا امريكا كيفاش كتشوفنا احنا في المغرب؟ شوف الامريكان كيحمقوا على المغرب يعني، ولكن عندهم واحد المغرب نقولوا واحد النظره استشراقيه ديال المغرب، الصحراء وقفاطن ومراكش، واحد مره واحد في مراكش قال لك ميامي لابس القفطان، بحال ميامي لابس القفطان سامر فيهم بالزواق يعني مزيون، هذا مزيون هذا، ان الامريكان ما كيعرفوش بزاف على التاريخ ديال العالم، الامريكان العادي كيشوف مثلا اسبانيا بالنسبه ليه توروس مكسيكانوس مارياتشي، هذا يعني كل دوله عندها واحد السمبول واحد العلامه ديالها اللي كتمثلها. والحضور الدبلوماسي المغربي دابا في امريكا واش كتشوف بان يعني احسن ما قبل أو لا يعني عادي وصافي يعني؟ وانا كده اللي انا مش متبع الاحداث الدبلوماسيه في المغرب بالحضور الدبلوماسي، ولكن انا متاكد 100% باللي الدبلوماسيين اللي عندنا تما اكفاء وخصوصا عندنا سفيره تما اللي مقيده بزاف كتهضر اللغه وكتعرف الناس مزيان الى اخره، انا متاكد 100% باللي كتعمل عمل رائع، وحتى الناس اللي سبقوها تا هما كانوا على العظمه، وانا خش انا ذكرت منهم عزيز مكوار اللي كان واحد الشخصيه فاده في العالم في الحياه الدبلوماسيه المغربيه. هذا العلاقه ديال المغرب مع امريكا اللي عطات واحد النتيجه ديال استئناف العلاقات المغربيه الاسرائيليه. من المنظور ديالك سي انوار، واش في صالح المغرب استئناف العلاقات المغربيه الاسرائيليه؟ شوف انا مغربي فهمتي، انا مغربي وعندي مغاربه، عندي عزيزات عليا، عندنا سيدي تقريبا 700 ألف مغربي عايشين في اسرائيل،
مغاربة عايشين في إسرائيل فحال ديك بحال المغاربة اللي عايشين في فرنسا فحال المغاربة اللي عايشين في إسبانيا عام مغاربة كيموتوا على المغرب كيجيو يزوروا المغرب ملي كيقدروا وكذا شي أنا فابور ليهم أنا معاهم أما مصالح أما مسائل سياسية أخرى ديك حاجة أخرى مثلا في حال مثلا مسألة الدبز مع سوريا هي دول عربية ثم إسلامية ولكن ماشي مغاربة هذيك تكون واحد الحالة أخرى دابا أنا عندك هي خصك تفرق بين الحالات أما بالنسبة لنا المغاربة خصهم يدافعوا على المغاربة هما المغاربة ديالنا اللي عندنا في إسرائيل هما اليهود كيدافعوا على المصالح ديال المغرب هما اللي واقفين مع المغرب بزاف في الحالات وحنايا خصنا نكون من الواجب ديالنا نتعاطفوا معاهم ونكافحوا ليهم ونعاونوهم لأنهم مغاربة بحالنا يعني عودة العلاقات سيكون في الصالح ديال هذه الجالية المغربية اللي كاينة في إسرائيل. إيه ولا العلاقات ما كتبغيش كتعمل علاقة مثلاً دابا أنتينا صاحبي علينا وياك عندك العلاقات مثلاً أنتينا مدابز مع شي واحد آخر وإذا عملت أنا ديك العلاقات مع ديك الواحدة ما كيبغيش يقول أنا ما بقيتش صاحبي طبعا دائما أنا صاحب ولكن أنا عملت علاقة مع شي واحد آخر وخا أنتينا مدابز معه. عمان هذه هي الدنيا كتكون مثلا دابا حنايا عملنا العلاقات مع اسرائيل ولكن ما كيبقاش يقول باللي المغاربه ما كيتعاطفوش مع قضيه العادله الفلسطينيين الى اخره ولكن كاين قضايا اخرى كاين في قضايا في جهاد كشمير كاين قضايا في افريقيا كاين اذا جينا نتعاطفوا مع العالم كامل بدقه واحده ما وهي في جل هذه المسلمين يعني حتى هما مسلمين لا في كشمير لا في مجموعه ديال اما المسلمين اللي مضطهدين بالصح فين هما في الصين في تشينا ديك الديغور واحد المجموعه ديال المسلمين عندي عاملين عندهم هيده تشينا زاير اليوم عرفتي دابا شكون اللي كيدافع عليهم ولات امريكا كتدافع عليهم حق الانسان وهذه وهذه اما الدول الاسلاميه ساكتين مره لان كيخافوا من تشينا هذه هي الصراحه انا سي انور مع الاسف الوقت ديال البرنامج دغيا كيتسالى لا ما سخيناش فيك سي انور اللي كانت شي نقطه كنت باغي تهضر عليها وما تطرقنا لها شي تبغي تطرق لها لا انا الحاجه اللي بغيت نقول اولا بغيت نشكرك انتينا شخصيا انا السبب الرئيسي اللي عليا هو انتينا لان نهار اللي تلاقيتك وتعرفت عليك جبرتك الراجل معقول صحفي قدير وعندك واحد الذكاء خارق العاده وعندك واحد قيبوبه غزاله انا معك تقول لي غدا نقص من كاري النقص هذا كنحسن نستاهل وصحابك هذا السيد هذا اللي معنا اللي مجد معنا على قدرات هائله في فن الديزاين وفي ماركتين وفي التصوير وفي الفوتوغرافي الى اخره انا كيعجبني شجاع المواهب بحال هكا لان كنشوف كنفرح هذا الشيء اللي كيفرح لي على طنجة ومسائل مثلا الله يكبر بك سي انور هذه شهاده يعني وسام هذه خصني نزيدها في السي في ديالي سي انور قبل ما نمشيو للكلاسه ديال الاسماء اللي كنقترحوا لك بزاف ديال طنجة ما فاهمينش الجامعه الامريكيه جامعه نيو انجلاند او الفرع ديال جامعه نيو انجلاند اللي كاين هنا في طنجة شنو المهمه ديالو بالضبط المهمه ديالو دابا انا دابا دابا انا ماشي كيقراو فيه الناس ماشي كي لا. يعني يمكن يتسجلوا فيه الناس يقراو هذا ايوا انا في عام 1910 عيط لي واحد اللي يمكن في امور الاكاديميه في الجامعه قال لي خصنا دابا قررنا باش نعاول باش نرجعوا الجامعه ديالنا جامعه دوليه وانا حكم انا استاذ يعني بروفيسور وعندي كذا وعملت كان عندي واحد الصندوق العلوم الانسانيه الدوليه الى اخره وبحكم الدراسه ديالي الى اخره عينوني نكون انا مسؤول على باش نرجع جامعه نيو انجلاند جامعه دوليه ايوا عملت خلقت برنامج في سيفيا في اسبانيا عملت واحد كايتول واحد اتفاقيه مع واحد الجامعه تما ولكن قلت في المغرب في طنجة غادي نبنيو كامبوس ديالنا غادي نبنيوا كامبوس ديالنا ايوا وبديت ديك المشروع في 2010 11 استغرقت وقت طويل المفاوضات هنايا الى اخره حتى بنينا الجامعه تفتحت الابواب ديالها في يناير 1904 ولكن شنو الهدف من هذه الجامعه ماشي يدخلوا المغاربه ماشي الطلبه ديالنا اللي عندنا تما يجيو هنايا ويقراوا المقرر ديالهم اللي عندهم تما يقراوه هنايا بما فيهم لابوراتوار البيولوجي او لابوراتوار الفيزياء او الكيمياء الى اخره ويتعرفوا على المجتمع المغربي يتعلموا العربيه ويتعلموا المجتمع المغربي والتاره ويمشيو للصحراء ويمشيو لفاس الى اخره يرجعوا في حالهم قراوا الدروس ديالهم اللي كيقراو تما يرجعوا في حالهم وتعرفوا على المغرب جميل سي انوار ثلاثه ديال الاسماء شنو يمكن تقول لها او لا تقول عليها الطنجاوي
ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديديه. شوف انا ربيع الخليع كنقول له عيما نقول له شي مره نعمل لك ستاتوا ديالك هنايا في طنجة فهمتي، نعمل لك شي ستاتوا في شكون جالسه في الترين قدامه شي حاجه، لان حياته كامله جوزها في الترين طنجة، ويدا بصح خدم بلاده، ما كاينش شي واحد خدم اول احسن مشروع اللي شفته في التاريخ ديالي في التاريخ ديالي كامل، احسن مشروع يعني تنفذ في المغرب وتنفذ بواحد الطريقه اللي كتشرف وكتفرح الناس، هو ديك هو مثلا مشروع البوراق، لان حتى شي هذا خدم عليه ليل ونهار وانا كنعرفو مزيان وكنهضر معاه يوميا، يعني هذاك واحد الانسان كيستحق التقدير ديالنا كاملين كطنجاوه كطنجاوه خصوص، ولكن كمغاربه، ولكن اذا خصنا شي مراجل هنايا خصنا نعملوا شي عماريه ولا نعملوا شي نرفعوا غير نجريو بين ندخلوا بين كامبو ندخلوا بين كامبو كنقولوا راني ربيع. على ذكر كامبو عبد الحميد أبرسان رئيس فريق اتحاد طنجة، واللي جمعتك به في واحد الفترة شراكة يعني مع فريق اتحاد طنجة. شوف حميد حنا كنعيطوا له كابايرو، حميد جنتلمان، نقولوا بالهضرة ديالنا الطنجاوة جنتلمان كابايرو، راجل المبادئ، راجل كيكافح وكيموت على اتحاد طنجة، ولكن في واحد الموقف صعيب دابا هو عنده بزاف مسؤوليات، عنده مسؤوليات سياسية، عنده مسؤوليات اتحاد طنجة، عنده مسؤوليات مهنية ديالو تجارية اللي كيتعامل بها يوميا، عنده واحد مجموعة وعاد الناس كتعتمد عليه بطريقه او باخرى، يعني حنا كنقولوا الغالب الله، الانسان يقدر يعمل كل شيء بدقه واحده، ولكن ديك الشيء اللي عمل مع اتحاد طنجة والسبب اللي انا ارتبط باتحاد طنجة في فتره معينه هو ان الفرقه رجعت بين بعشيه وضحى، رجعت فرقه عاديه ما عندها حتى شي صدى في العالم كره القدم، الى انها رجعت واحده من احسن الفرق في المغرب ومشات للتشامبيونز ليغ افريقيا وعملت واحد مجموعه الحاجات، مشي صورت لي التصاور ديالي يعني الجامعه ديالنا في من دوله كانت النيجر. اذا راه هذا خصو هذا حنا المشكله ديالنا، حنا حنا في طنجة كنتشكاو بزاف وما كنشكروش، واخا حنا كاملين فينا العيوب، ما كاينش شي واحد بارع اليوم كنت نهضر مع واحد السيد نقول له شوف كيقول لي لا هذا السيد مزيان ولكن عنده شي مسائل ماشي مزيانه، انا نقول له واخا انا كنتعامل مع الحاجه اللي مزيانه، ديك الحاجه مزيانه خلي شي واحد ياخذ يتعامل معها، دابا حنايا كنعملوا واحد باكيج كنصبوا بنادم كامل لا الانسان اللي عمل شي خير خصك الانسان تعرفوا به، وهذيك هي بدايه الحكمه والغيره على المدينه. الولي السابق ديال طنجة محمد اليعقوبي اللي جمعتك مع علاقه اثناء يعني الولايه ديالو في طنجة، هو دابا انا كنشكرك على هذا الاسم هذا، لان شنو كيجمع الوالي اليعقوبي وحميد ابرسان ورابع الخديع، هما الناس اللي نفذوا عملوا بطريقه او باخرى سواء كانت البوراق او طنجة الكبرى، انا حضرت معاه هو بسبب بالفضل ديالو اللي عاوني بعض المسائل اللي مرتبطه بالجامعه، مسائل بسيطه اداريه، ولكن الاداره ديالنا بعض المرات كتعرق الامور، ولكن حاجه كتكون سهله هما هو كما كان شي هو موجود بواحد عنده واحد الوضوح تام، هذاك الشيء استطاع يبني مدينه من جديد طنجة الكبرى بواحد السرعه فائقه، لان خص يكون الانسان يكون عنده واحد ما فيهش يتخرشش بزاف وما كيتعطلش بزاف وما كيلعبش بزاف الى اخره، اذا كان عندنا واحد الحد كبير، كانت عندنا واحد الوالي من الطراز السي اليعقوبي، وانا كنشكره بزاف على اللي كنشكر حميد ابرشان الخدمه اللي عمل بالمدينه واللي عمل مع اتحاد طنجة، وخير ربيع اللي عمل مع في اطار النقل العمومي للمغاربه وباقي الناس العالم. شكرا بزاف سي انوار، احنا يا سعداء جدا انك حضرتي معنا اليوم وانك لبيتي الدعوه ديالنا، شكرا بزاف على تلبيه الدعوه، نتمنى نتلاقيو معك فرصه مقبله ان شاء الله. بارك الله فيك محمد، فيك ما بغيتي انا معك. بارك الله فيك سي انوار. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه، ونلتقي في حلقه مقبلة إن شاء الله، إلى ذلكم الحين لكم تحية طاقم البرنامج. هذا البرنامج برعاية كافي ماز، المذاق الحقيقي للقهوة.